قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إنه تفقد مصنع بوش العالمي لتصنيع الأجهزة المنزلية وسيبدأ الإنتاج خلال الشهر القادم. وأوضح مدبولي أن الدولة تعمل على التوسع في إطار جذب الاستثمارات في مجال إنتاج الهواتف المحمولة. مصنع بوش ده مصنع عالمي كبير جدا، شركة عالمية أوروبية معروفة كبراند عالمي، وده يمكن الحقيقة كانت الفرصة لإقناع هذه الشركة أنها تتواجد في مصر. كان في أثناء زيارة للخارج وقابلنا رئيس الشركة وكلمنا معاهم على إن هم لازم يبقى لهم هب هنا في مصر، ادنا لهم الرخصة الذهبية، خصصنا لهم الأرض. إن شاء الله المصنع طبقا لمدير الشركة هيبدأ الإنتاج في شهر نوفمبر القادم، هيبدأوا صحيح بالبوتاجازات ولكن التوسع هيبقى للتلاجات والغسالات بعد كده، وعندهم الخطط إن هم يغطوا منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وده جزء مهم جدا ان احنا بنوري ازاي ان احنا بنستهدف الشركات العالمية انها تيجي وتبقى موجودة معانا. اخر مصنع اللي احنا موجودين فيه وهو مصنع فيفو، وده طبعا مصنع لاحد اهم الماركات العالمية في انتاج الموبايلات. مصر بتستورد وكانت بتستورد لغاية سنتين ثلاثة فاتوا موبايلات باكتر من مليار ونص دولار سنويا، وكلها بتبقى استيراد. النهاردة احنا بنستهدف ان يبقى عندنا من اكبر 5 شركات عالمية بتنتج موبايلات هيبقى عندنا 4 منهم بينتجوا في مصر. ده واحد منهم.